خلصنا جولتنا الثقافية وننتقل لمادتنا التالية يا رير. يعني ميسان، شكلت الدراما السورية خلال السنوات الماضية حالة إبداعية مميزة تفردت فيها عن مثيلاتها من البلدان الأخرى، واليوم خلال الست سنوات الماضية تطرح تساؤلات كبيرة دايما من قبل عدة أشخاص عن وضع الدراما السورية، إن ما زالت بخير خاصة بعد مهرجان درامانا بخير بدورته الثانية. يعني هذا المهرجان الذي أقيم منذ يومين بدمشق لتكريم منتجي السينما وقت التلفزيون شهد حضور كبير ولافت للفنانين السوريين وشركات الانتاج السورية وضيوف عرب واعلاميين. للحديث اكثر عن مهرجان درامانا بخير بدورته الثانية بصرنا ان نستضيف الاستاذ بسام المصري، رئيس مجلس ادارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون، نائب رئيس اتحاد المنتجين العربي. سعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير ويعطيكم العافية، واول شيء بترحم على شهداء الجيش العربي السوري البطل والمقاومة الشريفة اللي نحن لولاهم لما كنا هون. وتاني شيء بدي هنيكم على النشاط المتجدد واللي صراحة عم شوف مختلف يعني بالإخبارية السورية، وأنا بحيي أستاذ معد عيسى على النشاط. اهلا وسهلا فيك استاذ بسام. يعني قبل ما نبدا ونحكي عن فعاليات المهرجان رح نحكي مع حضرتك عن اول مدينه اعلاميه بسوريا رح يتم اطلاقها للانتاج السينمائي والتلفزيوني والخدمات والقنوات، يعني ما اهم ما تطرحه هالمدينه الاعلاميه، شو ميزاتها واهدافها؟ صراحه نحن ما رح تنطلق، انطلقت ومشي حالها بالمهرجان اطلقناها. هاي المدينة الإعلامية أنا حبيت كلجنة صناعة السينما والتلفزيون، أنا عندي تقريبا بالمئتين وأربعين خمسة وأربعين منتج حقيقي، اللي شي منه بيساوي دراما، شي منه بيساوي برامج، في شي منه بيساوي برامج أطفال، في شي منه بيساوي برامج وثائقية، في شي بيساوي دوبلاج، هدول كلهم بيطلع مجموعة شي 240-245 شركة إنتاج. قلت هالشركات إذا كل واحد منهم حط 10 أسهم صار في مدينة إعلامية يسوها طول العمر وياخدوا مميزات فيها، وبتكون مدينة إعلامية إلهم. يعني نحن ما حبينا نعمل هالخطوة هي لأنه دائما القطاع الخاص والشركات الخاصة بتكون برات الروتين وبكون خطواتها سريعة، فأحسن ما العالم عم بتروح لهون وبتروح لهون، بتروح على الأوتيلات وبتروح على الأماكن المزدحمة وعلى هون، وبتضل تنقي لوكيشن، بتطلع على لوكيشن واحد بتساوي 80% 70% من الشغل، والباقي بترجع بتشوف شو بتصور مثلا بالشوارع والكذا. ونحن اخترناها ب طريق الهامي. ليش؟ لأنه في القنوات نحن حنجهزها بأوبيفان أوبيفان تجهيزات كبيرة، حتى تكون جاي مثلا خلينا نقول محطة من المحطات لا على التعيين، بدها تيجي تبس هون، تيجي على من طريق بيروت على الهامي بتوقف بتبس وبترجع. أول شيء نحن سيطرنا على كل شيء، عرفنا كل شيء، وبالنتيجة أحسن ما وبيكون إجانا دخل، وهذا طريق بيروت يعني كتير بيكون نص ساعة بيصير تقريبا. هي إمتى رح تكون يعني مباحة لكل الأشخاص أن هي تقدر تستخدمها وتستفيد من خدماتها؟ والله نحن حاطين يعني مثل ما بيقولوا حاطين عينا على مكانين، مكان في أوتيل كبير حد منه ومكان بدون اوتيل. هلا اذا قدرنا هذا المكان اللي اخذنا فيه الاوتيل، يعني نحن تقريبا بظرف 9 أشهر جاهزين، طبعا حسب الاكتتاب. بس انا شفت بالحفله انه كل بالمهرجان شفت انه كل المنجين متحمسين لهذا الموضوع، لانه اليوم اذا مثل ما قلت لك اذا منتج واحد اخذ 10 أسهم، العشر أسهم حقهم 3 ملايين ليرة، يعني ما ولا شيء، بصير مالك مدينة إعلامية طول العمر. وصراحة أنا بحيي السيد وزير الإعلام اللي طرحت معه الموضوع. أنا كنت متصور إنه حيحط لي عقد،
والله تفاجأت. أنا بلشت أحكي هو سبقني، قال لي بتعمل هيك وبتعمل هيك وبتعمل هيك، وأنت يعني ما عندك مانع؟ قال لي أبدا بالعكس، أنت ساوي مدينة إعلامية ونحن منساوي مدينة إعلامية، وخلينا نتنافس نحن، نحن الدولة يعني منساوي، وخلي القطاع الخاص كمان يساوي وتنافسوا مع بعضنا، ليش لا؟ بالنتيجة نحن كلياتا قاعدين بهالوطن، ونحن منقدم لكل هالوطن، أنتوا ونحن واحد. فأنا بحييه على هالفكر. سيد وزير الإعلام شخص ما بيحكي كتير بس بيفعل جد، فلذلك أنا بحييه كتير، لأنه قلت لك مجرد ما حكيت أنا كان سابقني بالفكرة. قال لي شو بتريد له؟ أنا بدي مراسيم تكون تحمينا، تحمي المنجين. قال لي أنا جاهز، أي خدمة بتريدها أنا جاهز. قلت له أنا بدي ساوي مثل المدينة الإعلامية تبع دبي. قال لي أنا جاهز. شو بتريد مساعدة؟ أنا جاهز. أنا كتير تفاجأت، لأنه دائما تعرفي إن شاء الله بتكون يعني بهالأهمية، لأنه فعلا هي أساسية وضرورية يعني. إيه بس أنا تفاجأت، لأنه دائما القطاع العام بحب يساوي شو اسمه صعوبات أو شو، لقيت بالعكس مسهل المواضيع معي أبدا. ولذلك تشجعت، عملت مجلس إدارة وفورا أخذت قرار سريع، وقلنا بدنا نطلقها مع المهرجان. يعني اكيد خطوه كثير مهمه لبلدنا سوريا يلي هي دائما عم تسعى، وخاصه بظل الظروف اللي عم تمر فيها والحرب يلي مرت فيها، انه يكون في نهضه اعلاميه حقيقيه ببلدنا. بالانتقال للمهرجان وايضا فعالياته ودرامانا بخير، قبل ما نتعلق قبل ما نحكي بهالموضوع رح نتابع مع بعض كاميرا الاخباريه اللي كانت متواجده بالمهرجان مع زميلتنا من عماري، اللي سألت كثير من الفنانين كيف بشوفوا وضع الدراما السورية اليوم. خلينا نتابع آرائهم. أنا دائما بشوفها بأوجة، رغم معاناتنا ورغم اللي صار ورغم الحرب الفظيعة، مو بس على البلد وعلى الدراما السورية، لأنه تحاربت كتير ظلت بأوجة، ولا رح حدا يسبقها ولا حيكونوا أحسن منا. يعني رغم أنه توزعت وتشتتت وقلت إلى حد ما أعمالنا، لكن العمل السوري هو الأفضل والممثل السوري هو الأفضل، والدليل على هيك أنه كلياتهم عم ياخذوا الممثليننا وياخذوا مخرجيننا وياخذوا، فومع ذلك نحن الافضل. انا بقول انه قطعنا مرحله كنا فيها مطالبين بانه نكون متواجدين، وهذا كان الاصعب. هلا صرنا مطالبين بالنوع، يعني صرنا نسائل عن الجوده، خاصه في منافسه من الدراما محيطه بالنسبه لنا مثل مصر والخليج. ف صار هلا لازم نفكر بشكل حقيقي وموضوعي بجودة ما نفعل، بجدية المشاريع اللي عم نطرحها، بتماسنا وصلتنا بمشاهدنا العربي اللي دائما كنا عند حسن ظنه بهي الدراما يلي حققت نجاحاتها على مدار عقود اللي مرت. ظاهرة كتير مهمة هذا المهرجان، انه فعلا يعني هو عم يجمع كل شركات الانتاج، وتكريم شركات الإنتاج اللي بهالفترة والظروف اللي مرينا فيها وبعدها مستمرة بإنتاج الأعمال الدرامية وحتى السينمائية، فهذا الشيء كتير كان يعني بيعبر عن استمرارية الدراما رغم كل شيء يعني. فطبعا وجودنا شيء مهم كمان، انه نحن نكون معهم، لانه كمان نحن اعمالهم نحن اللي عم نشتغلها ونحن موجودين معهم دائما. درامانا اكيد بخير، يعني مجرد انه انت بلد عم تعيش الحرب من 7 سنين لهلا عم تقدم نوع وكم من الدراما، فهي اكيد بخير. يعني لا في كثير شغلات نحن لما بدنا نقيم ما فينا ننساها، عندنا مشكله بالتمويل، في ناس سافرت، في كوادر راحت، بس هذا الشيء ما خلى اي شيء انه يتوقف. بنفس الوقت في ناس كثير مهمين وموجودين عم يشتغلوا دورهم واكثر، اكيد في سويه الاعمال عم تكون مختلفه،
بين عمل والتاني، بس هذا ما بيلغي ابدا انه في اعمال كثير مهمه وعم تلاقي متابعه فعلا كثير عاليه على نطاق الوطن العربي والجاليات العربيه يلي برا. ما فينا نقول ان درامانا بخير مشان ما نكذب على حالنا، بس نحن بنطمح وبنامل انه تكون احسن دراما بالعالم، نتمنى وبنسعى انه يكون هذا الشيء موجود ترجع مثل الاول واحسن ان شاء الله. الدراما بخير لانه نحن بظل هالظروف هي ابدعنا واشتغلنا وما وقفنا، فالحمد لله. مو ابدعنا، ما عم بحكي عني، عم بحكي عن الفن بشكل عام. فبظل هالظروف فكتر خيرهم لانه هيك عم ينجوا وهيك عم يشتغلوا، وان شاء الله يا رب منضل بهالمستوى العالي يلي عم بيقدموا فيه شغلات مفيده. بدها شغل اكثر، بدها نصوص اهم، بدها شغل اكثر، بس اكيد هي دائما بخير لانه هي اساسا يعني الاسس تبع الدراما تبعنا صلبه وقويه ومتينه، فاذا شوي اجت عليها شويه رياح او شويه عواصف وهزتها، بس قادرين ان شاء الله باذن الله بمحبتنا وبابداع كل القائمين على هي الدراما ترجع توقف احسن من الاول. يا رب ان شاء الله الدراما بتكون دائما السوريه معروف عنها هي دائما نحو الاحسن رغم كل شيء الحمد لله، ومبسوطه كثير. ما بعرف شو بدي اقول لك، انه حضرت مهرجانات كثيره بصراحه خارج سوريا بس ما كانت هيك. يعني بعد ما تابعنا هالمادة وشفنا هالأجواء اللي كانت كتير حلوة بالمهرجان، اليوم انت كيف بتشوف وضع الدراما السورية؟ هل هي فعلا بخير؟ هلا أول شيء خليني أحكي شوي على المهرجان. مهرجان الحمد لله أنه نجح بفضل أول شيء فنانيننا اللي واعيين صاروا بيعرفوا أنه نحن بمحنة وكان كله متواجد، والفضل الأول لشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني اللي هنين بقيوا داخل البلد وضلوا عم ينتجوا. وأنا هذا التكريم اللي عملته كرمت 85 شركة إنتاج أنتجت خلال هالثلاث سنين الأخيرة لشجعهم وخليهم يكملوا. والله أنا بحييهم واحد واحد. ليش؟ لأنه هنين كانوا عم يخسروا، صدقيني معظمهم كانوا عم يخسروا. كانوا يجوا لعندي وقت عم يطلبوا موافقة نص مثلا، قال له خي كيف بدك انت تكمل؟ يقول لي انا ما المهم طلع رسمالي بس بدي كمل وما وقف ما وقف الدراما، لانه نحن بتجربة صعبة مثل ما سوريا بتجربة صعبة كمان نحن بتجربة صعبة. فانا اول شيء بحيي هالشركات الانتاج كلياتهم اللي انا بمثلهم وبقول الله يعطيهم العافية، لو ما هن كانوا هيك ما كنا نحن عملنا المهرجان. المهرجان كان ناجح كتير الحمد لله. جانا من لبنان 55 تقريبا فنان وفنانة من 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 لبنان، اجانا من مصر، اجانا من المغرب، اجانا من العراق. يعني جهود مبذولة كانت بتقديم الدعوات لهالفنانين والفنانين، هن رحبوا فيها واجوا على سوريا، وهذا الشيء اكيد استاذ بسام بيعكس قديش سوريا فعلا صارت بخير وقديش الفن والثقافة عم ترجع على بلدنا، وهالجمالية بهالتوليفة الكاملة بين الفنانين العرب المتواجدين على الأرض السورية كان شيء رائع. والله أنا يعني ما حكيت مع فنان من مصر من لبنان من إلا ما كان حابب يجي. هلأ في منهم آخر دقيقة بتعرف في العالم بيقولوا لهم أنه وين رايح على سوريا حرب مدري شو غيروا، وفي منهم أجوا قالوا لهم لو شو ما كان بدنا نيجي. فهيدي كتير لفتة حلوة أنه هالعالم اللي برا. طبعا هذا الحكي بقلك أنه معرض دمشق الدولي كان كتير سباق بحط حجر الأساس لإعادة الإعمار. وبقول التكملة تبع معرض دمشق الدولي كانت درامانا بخير. ليش؟ لأنه هن وقت شافوا أنه أجوا على المعرض يعني صارت سوريا إن شاء الله بخير وكملوها فصاروا بدهم يجوا كمان على درامانا بخير. هذا الموضوع متكامل لإعادة الإعمار.
نحن اليوم كيف بدنا نروج لبلدنا انه رجعت؟ ما فينا الا هدول، هدول كل واحد وراهم 150 وسيلة إعلامية ببلدهم، عم بيحكوا من هون، أنا عم بشوف على الفيسبوك بمصر على الإذاعات على التلفزيونات على الكذا إنه فلان مشارك وفلان مشارك وفلان مشارك، هي هي هيك بترجع البلد كيف ترجع؟ أكيد المهرجان كان له دور كتير كبير بهذا الموضوع فعلا للإضاءة، يعني هدول الأشخاص بيطلعوا على بلدهم وبيرجع بيحكوا شو شافوا إن كان بسوريا، لأنه هن وقت عم يشوا بس ما بس عم يجوا على المهرجان، عم يتجولوا وعم ينزلوا عم على الأسواق، عم نسمع كتير عن أخبارهم. بس أستاذ بسام، يعني رغم نجاح المهرجان وبعيدا عفوا عن نجاحه، خلينا نرجع شوي لوضع الدراما السورية اليوم ونحكي أكثر عن وضعها، كيف بتشوفها؟ أنا بشوفها إنه درامانا بخير، فعلا درامانا بخير، وما في نهار بهالأزمة كان يتمنى بخير. نحن أنا عندي 2016 عندي كان 29 عمل. نحن كان عنا مشكلة تسويق وليس مشكلة إنتاج. عنا 29 عمل، أكيد بيناتهم 20 عمل بيرفع الرأس، بس اللي مباعوا وحسننا نبيع 7 أعمال فقط، وبالتالي أنتوا بتعدوا. ليش العالم بتقول أنه درامانا منا بخير؟ لا بخير، بس لأنه اليوم وقت بتقعد أنت برمضان وبتشوفي 7 أعمال، كنت تشوفي من زمان أعمال أكثر، فبتقولي إنه والله ما في دراما. لا في، بس ما نباعوا، لأنه في محاربة، في محاربة للمنتج السوري. هالمحاربة للمنتج السوري هي اللي 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 خلت 22 عمل قاعدين بالدرج. مثلا عندك سايكو، عندك الثاني، كله أعمال حلوة كتير ما انعرضت. وبالتالي نحن درامانا بخير، بس التسويق ليس بخير. ما نتيجة من عنا نحن، نتيجة المحاربة على سوريا ومحاربة الإنتاج السوري. هذا طبعا له حل. يعني نتمنى نحن بالموسم الرمضاني القادم وبالسنوات القادمة تزدهر دراما السورية أكثر وأكثر، ترجع على عهدها السابق. وأيضا نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ بسام بكل شيء، مشاريع جديدة رح تقدموها للإعلام السوري وأيضا للفن والثقافة السورية. الله يخليكي، بس أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم ما ممكن نحن نطلع من هالأزمة هي. قد ما أنا قعدت أنا والسيد وزير الإعلام وحطينا خطة لل 2018، طيب بس هالخطة ما بتعرفي إذا بتنجح ولا لا، لأنه هي مؤقتة. بس الخطة المضبوطة إنه يصير في عنا قنوات كتير مثل مصر، مثل مصر اليوم المنتج المصري بيتقاتلوا عليه القنوات المصرية أول شيء. ليش؟ لأنه في 67 قناة عم يتقاتلوا مع بعض. إن شاء الله نحن يعني مع نهاية الحرب يعني بسوريا إن شاء الله فعلا بيصير هذا الانفتاح الإعلامي بشكل أكبر وأوسع. بدنا نشكر كثير وجودك أهلا معنا اليوم أستاذ بسام، نتمنى لكم كل التوفيق. ويعطيكم العافية، وشكرا للإخبارية السورية، وشكرا للنشاط تبعكم الدائم. شكرا كثير لك. الله يخليك.